ده اسمه ايه الفيلم ده؟ عارية على جسر من الكونجرس. ايه ده؟ ما كده الناس هتتلخبط، انا هعمل دور العارية ولا الجسر؟ لا هتبقى الكونجرس. ايوه كده. طب يلا يا جماعه مش وقت الحاجات دي. ايه يا عبده يا بجية؟ انا رئيس لي ايه؟ خمس دواء فنش يا راجل. لا ابعد لي انت، انا بعرف افنش كويس. تعال يا نجم تعال احكي لي بس مشهد المقطم كده وانا بخلص الحيطه اللي في ايدي دي. مشهد انت مش هتقرا السيناريو؟ لا قرايه ايه يا جماعه؟ مفيش قرايه دلوقتي، خلاص محدش بيقرا يعني. بعدين يا اخوانا هو مش عايز يقول لكم انه ما بيعرفش يقرا ويكتب وجاهل وامي. طب ممكن خلاص؟ طيب ممكن خلاص عشان نشتغل لو سمحتوا. يا ابو الناس فين البريك؟ انا واقف على ايه يا جماعه؟ ساوند سبيس اند اكشن. ابو قرتين احنا مش هينفع نكون لبعض، مش هينفع نكمل مع بعض. اهدي اللي انت بتقولي. اهدي يا فيكتوريا، بتقولي ايه بس؟ اصل انت مش فاهم، انا اهلي في البلد مش موافقين، بيقولوا ازاي فيكتوريا سكرت تتجوز من ولد فلاح سعلوك زيك. طب وايه يعني؟ ماني صمدة ابن عمتي متجوز حداكم من السكرتة وعادي، ولا يعني هي جت على ابو اردان وقمطت؟ يا ابني افهم، ابن عمتك متجوز من عيلة توب سيكريت، انما احنا عيلة فيكتوريا سيكريت. لا لا بصي لي هنا ما تكوتنيش. ايدي انا حاسه ان انا دايخه. لا طب امسكي نفسك. انا هقوم. امسكي نفسك لحد ما اسندك. الحقني يا ابو اردن. شهم شهم واصيل. يلا استني بلاقيت لقيتلك تخشيني. ريحي على التخشيني وكلميني. الواد حمار تمثيل، حمار نجاش يعني. جامد. لا الله اكبر عليه، اقسم بالله. بس ده من كتاباتي برضه. لا انت كلامك كلامك كلام 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 واقرا قدامي كلام. ايوه انا فاهم. انا عندي البلد مش هيوافقوا خالص، وخصوصا ابويا. طيب هو انت منين بالظبط؟ من امريكا؟ يمكن الواد صمدة ابن عمتي يطلع يعرف حد يعرف ابوكي يلين دماغه. انا من الكونجرس. من الكونكرس؟ الكونكرس ذات نفسه يعني؟ ايوه. انت اول ما توصل هناك اسال اي عيل صغير فين عيله عبد الصمد السكرت، هيجيبك عندنا على طول. ماشي نروح، ولو انه مشوار ياما. بس انا عايز اقول لك على حاجه، الفكره مش في اهلي بس، انا مهري غالي قوي يا ابو اردان. هيكون كام يعني؟ انا ممكن ابيع ذكر البط والمعزتين وقراطيل الطين واجديهم لابوكي. انا مهري اغلى من اي فلوس. مؤسف ابو اردان، انا مهري انك تشلني. الف بعد الشر عليك. اشلك تفي من بقك المشكله. انا اقصد اقول تشلني، شلني كيس مي. اشيلك قصدك؟ اشيلك يعني؟ تقدر؟ ايوه اقدر. ما شلكيش ليه؟ هتشلني قدام العالم كله وتقول بحبك يا فيكتوريا. طيب ريحي كده على رجلك اهو، عشان ايه؟ هشيل التخشينه. يلا عشان اشيل. يلا. انت انت يا عم، انت ما تقول كات ولا ستوب. انت بتوقف المشهد ليه يا متخلف؟ ايه ده؟ انت هريك ده ما شلتهاش ليه؟ احنا مش متفقين ان الشوت ده جرافيك؟ جرافيكس ايه؟ مفيش ميزانيه. شيل يعني تشيل. اشيلها ازاي؟ ده انا اشيل الكرفان اللي واقف هناك ده اهون. حسن ملفظك. لا مؤاخذه يا دموع يا اختي. طب خلاص خلاص اصبر. بقول لك ايه يا استاذه؟ ما ينفعش نشوف حاجه بديله لموضوع الشيل ده؟ يعني ممكن يمشي على ايده مثلا، ينط من على الجبل، يتسلقها هي ويبوس دماغها في الاخر. بص، اتنين في مصر ما بيغيروش ورقهم، استاذ تامر حبيب واستاذ ريتاجا حبيب. شوف بقى تعمل ايه. تمام. على الله التسهيل. ارفع يا ابو حميد، ارفع 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 ارفع. تاني تاني تاني. بس جاهز يا سيد؟ جاهز يا استاذ. اند اكشن. يا عالم يا هو، انا بحب فيكتوريا. مين تقصد ان انا؟ انا بحب فيكتوريا. ايه قول تاني كده. ارفع لي بقى يا ابو حميد. لا يا ريس الدراع يتقتم مني. انت عبيط ولا ايه؟ انا المخرج وبقول لك ارفع. لا يا ريس الدراع يتقتم مني يا ريس. اقسم بالله غرقها لك. لا يا ريس الدراع يتقتم مني. كمل انت، مالكش دعوه بينا. كمل مالكش دعوه. اكمل الساعه فخ. انت مالك انت؟ هي كلها بقت تخرج ولا ايه؟ ارفع بقول لك اهو. حنزل حنزل حنزل.
انهيار صخرة كبيرة من جبل المقطم، وجاري البحث عن سبب هذا الانهيار. ها، لقيتوا دموع؟ الحمد لله لقيناها. هي ازاي لسه عايشة بعد ما وقعت من المقطم؟ لا، ما دموع اختي دي عاملة زي كاوتش التريلا، فضلت تتنطق على جبل المقطم لحد ما دغدغيته كله. بس هي مرهقة من الوقعة شوية يعني، بس تمام. أنا زبطت مع الرجالة هيجوا الفجر يحملوها في التريلات، وهنروح إن شاء الله نصور بقية الفيلم. دلع نجوم بقى يا ست. بس يا جماعة والله أنا قلقان جدا من موضوع الفيلم ده. مين عاقل هيخش فيلم بطولة دموع وبطولتي؟ أنا بصراحة شفت الحاجات اللي إحنا صورناها والحاجات يعني مش قد كده، بس أنا عندي فكرة جامدة. طب ما تقولي يا تكتك. الفيلم ده عشان ينجح لازم نعمله دعاية كويسة قوي، ووش دموع لازم يكون معروف، وشها بس مش حاجة تانية، فالناس تشوفها وتكون عاوزة تشوفها. بس لقيتها. احنا نطبع وشها على كروت ونخلي العيال يوزعوها في اشارات المرور وهي واقفة، زي العيال اللي بيوزعوا كروت حضرة موت وكده يعني. مش قصدي كده، انا قصدي ان احنا نخليها ترند. ترند؟ ماشي، سهل، بس هتحتاج كميات قماش رهيبة. ترنج ايه؟ انا قصدي انها تتشاف، تبقى مشهوره، تطلع مثلا في برامج زي منى الشاذلي، اسعاد يونس، او تعمل اعلان عن منتج. ايوه صح، هو اعلان. الاعلان بيتعاد كتير فوشها هيتعرف. بس دي نعمل لها اعلان عن ايه؟ فكر في حاجه شيك. حاجه شيك؟ نعمل لها اعلان عن شاليهات مثلا في الساحل الشمالي. تخيلوا معايا كده، دموع خارجه من باب الشاليه وبتتمشى لحد ما بنشوفها واقفة بالمايو على البحر. ايوه صح، الدموع مش هينفع تلبس مايو. لا، هي دموع اصلا مش هينفع تعدي من باب الشاليه. على فكرة انتوا بتفكروا غلط، البت دي محتاجة تعمل اعلانات الناس تتعاطف معاها كده وتحبها. يا جماعة انا مش قصدي كده، انا قصدي نعملها اعلان راقي، اعلان زي بتاع الشوكولاتة بتاع نيلي كريم، او المجوهرات بتاع نانسي، حاجة شيك كده. هي التي دائما تعطيني احساسا بانوثتي، هي التي تشعرني بالجمال والاناقه، وتدخلني في عالم من الخيال، دائما تكسبني ثقه بنفسي. انها سمنه حلاوتها، من حلاوتها هشربها من علبتها. يا نهار اسود، دي مصيبة. في ايه يا ابني؟ الاعلان عامل 3 فيو بس. انا نفسي اقابل الثلاثة دول اعرف دول مين. ايوه ده انا. انت اللي اتفرجت على الفيديو 3 مرات؟ لا، انا اتفرجت مرة واحدة بس، النت كان عمال بيعلق فقعدت اعمل ريفرش. وانت ما اتفرجتيش على الاعلان بتاعك؟ انت ايه الجهل ده؟ هتفرج على حاجه انا صورتها؟ ما انا مصوره اعلان يا ابني. يا بيه براحتك، انت لو اتفرجتي على الاعلان مره واحده بس هيكسر المليون مشاهده. ده الحمد لله ان ما حدش شافه، دول لو كانوا شافوه كانوا حدفوها بالطوب في الشارع. صح، انت عندك حق. احنا ممكن نشهرها بس بطريقه تانية. ازاي يا ريتاش؟ بالاشاعات. لا، اكتر حاجتين بيضايقوا الفنان ان حد يخترق خصوصيته والتسلخات في الحر. ده احنا عمالين بنلم فيكي من كل حته وانت تقولي. طب خلاص، لو هنعمل اشاعات نعملها زي ما بيقول الكتاب، ابقى صفحه اولى في كل الجرايد والمجلات، واهم حاجه السوشيال ميديا، الفيسبوك والانستجرام والتويتر والميكروويف. اسمعوا معايا كده الخبر ده. ماشي. القبض على شبكه الاداب التي تديرها الفنانه دموع الشحات. وجه الملاك وعقل الشيطان، والنعمه خبر ينزل يكسر مصر. ونحط لها صورة جنب الخبر ده مركبين وشها على فورمة محمد إمام وهو قالع، دي تكسر مصر يا جماعة. لا طبعا مش حلو. إيه ده؟ إيه الحد والغل والنفسية اللي طافحين على وشك دول؟ بيقولك هيكسر مصر. خلاص أخدك معايا في الشبكة وركب جسمك على صورة محمد رمضان. يا غبية، الناس كده ممكن تكرهك وما يخشوش الفيلم، افهمي بقى شوية. لو إيدك اتمدت عليا المرة الجاية هاكلها. يا جماعة اهدوا شوية، مش هنتخانق عشان إشاعة. خلاص تعالوا نعمل إشاعة تانية خالص. نعمل إشاعة مثلا عن الزواج. نقول زواج الفنانة دموع الشحات من الفنان كريستيانو رونالدو. تعالي يا اختي لمشروع الجواز. انت كريستيانو رونالدو ايه؟ هو هيشوفها فين ان شاء الله؟ مش مشكلة، شافها فين دي؟ ممكن نفبرك خبر تاني، يعني مثلا نقول
خلال زيارة النجم الكبير للقاهرة قد زار النجم الكبير الأهرامات وتفقد معالمها، وزار القلعة وتفقد معالمها. يا لهوي، وأنا هعمل لها حتة دعوة فرح مصر كلها تحكي عنها. يتشرف الحاج إبراهيم رونالدو والحاج رزق الشحات بدعوة سيادتكم إلى فرح نجل الأول كريستيانو إبراهيم رونالدو وكريمة الثاني دموع رزق الشحات، وذلك في يوم الأحد 9 مساء بقاعة سانتياغو برنابيو بشبرا الخيمة. لا 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 يا جماعة، إشاعة الجواز دي كفتة. أنا عندي إشاعة لوز العنب. إيه يا ريتاش؟ أنباء عن إدمان الفنانة دموع ومشاهدتها في إحدى الملاهي الليلية. أنت عبيطة يا بت يا ريتاج ولا إيه؟ أقسم بالله لو عملت كده أذبحها وأنط في النيل. يا جماعة دموع كده كده مش معروفة، فتطلع لها في كام برنامج تقعد تعيط لها شوية فهتصعب على الناس، فهتبقى حديث الساعة. صح يا تكتكة. سيد يا شحات. فخر يا شحات. بكرة عندك مهمة كبيرة قوي ولازم تعملها. هتروح عند أختك دموع اللوكيشن بتاع الفيلم بتاعها، تنقي كده كام عيل كومبارس تلبسهم عساكر. في الوقت ده هكون أنا موجود في الإكسسوار. هجهز بقى من نومي كياس الحشيش اللي هي جواها عجوة دي، ونفرك عليها ريفو كده عشان تبقى الظبطية كاملة. تاني يوم الصبح لما يجوا العيال دول يقبضوا عليها وهي نازلة وعمالة تقول بريئة بريئة حريقة حريقة، نكون احنا بنصور من الناحية التانية بموبايلاتنا. بعد ما يخلص المشهد ده نرفع على اليوتيوب بعون الله مصر كلها هتشمت فينا. بقول لكم ايه يا جماعة، ما بلاش بقى فكرة المخدرات والبنج والكلام ده كله، خليني في الجواز احلى. ايه رأيكم زواج الفنانة دموع الشحات من زاروك؟ لا بس مش هتتصدق زاروك دي، لو زادوج ممكن تتصدق. فكرة. بقول لكم ايه، في صحة الشهرة. في صحة الشهرة. يا باشا الحاجة دي مش بتاعتي، كل ده أشاعات، أشاعات عشان أنا أتشهر. طب يا باشا بالعقل، في حد مدمن كده؟ المدمن ده معروف قد كده أهو. أنا مدمنة محاشي، بسبوسة بالبندق، كنافة باللوز. الله ينتقم منك يا فخر أنت وسيد، الله يخرب بيوتكم حق جهنمي. تمام قوي كده، برافو عليك يا سيد. البوليس شكله حقيقي بجد. لا هو مش شكله، هو بوليس حقيقي. ما انا بلغت البوليس عشان اسبك الموضوع خالص. يا نهار اسود، بلغت البوليس؟ ما تهتي يا ريتاش، في ايه؟ كده كده لو البوليس مسكها هيلاقي معاها اكياس العجوه اللي احنا حاطينها، يعني اخرها يوم لا مؤاخذه وتطلع. ده بالعكس بقى، ده الواد سيد كده سبكها صح عشان يبقى الموضوع متصدق. لا ولسه كيفك كمان، اكياس العجوه كلتها وحطيت لهم مخدرات بجد عشان الموضوع يبقى مسبوك خالص. الله يخرب بيتك يا سيد. انا مش فاهم يا جماعه ايه المشكله، يعني ما البوليس لما يلاقي معاها المخدرات هيعمسها بجد. تصدقوا فعلا دي مشكله. طب ايه الحل؟ انا عندي الحل. ايه؟ انا عندي. امسك بس الباب بسرعه عشان نطلع وراها ونقول لهم الحقيقه. نقول لهم ان اختنا ايه؟ ايه؟ هي اللي معاها الحاجه. ايه ده؟ تمام، امسك معايا عشان نظبط، عشان ما يضربوناش طلقه في المرايه ولا حاجه. امسك يا سيد. لا 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 ما تخافش يا ابني، ما تخافش، ما فيش حاجه، ما فيش حاجه يا سيد. ما تخافش يا سيد، يلا ما تخافش يا انا هعدمك النهارده. طب وبعدين هنعمل ايه في المشكله اللي انتوا ورطتونا فيها دي؟ مين احنا؟ مش انتوا اللي قلت لي يلا نعمل فيلم؟ عندك حق، ازاي نعمل فيلم؟ حرام، دي مصيبه نعمل فيلم. واحنا برضو اللي بلغنا عن اختك ولبسناها 25 سنه في السجن. بس بقى يا فخر، خلينا نشوف هنعمل ايه. انا رايي نكمل الفيلم. نكمله ازاي والبطله محبوسه؟ مش مهم، بنغيرها زي في ليالي الحلميه كده لما جابوا الهام شاهين مكان اسرار الحكيم. صح، وفي زيزينيا برضو عملوا كده، جابوا هلا صدقي مكان اسرار الحكيم. خلاص يبقى نجيب اسرار الحكيم، اكيد زعلانه جدا ان هم بيغيروها كل مره. لا لازم نجيب واحده شبه اختك. لا واحدة شبهها دي صعبة، احنا ممكن نجيب حاجة شبهها. طب احنا كده لازم نجيب سوبر ستار يا جماعة. زي مين يعني؟ ياسمين صبري، هند صبري، سمير صبري، رحيل صبري. لا 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 بص، مش عشان تعمل ذكي زينا وتقعد تفكر كده فترزع أي اسم. أولاً اسمه صبري رحيل، ثانياً ده لعيب كورة، إزاي يمثل؟ ويعني سمير صبري اللي كان هيعمل دور أختك عادي؟ سمير صبري مبدع يعمل أي حاجة. يا جماعة بقى اسكتوا. احنا لازم نجيب سوبر ستار زي مثلاً
هيفاء وهبي. ايوه ايوه هيفاء صح والله العظيم مش شغاله خالص. انا هترفع هيفاء غلبانه غلبانه يا بنت الحلال. هيفاء ايه ده في ايه؟ خلاص انت مالك متصرب عليها كده ليه؟ لا انا عشان بس هي غلبانه ومش شغاله اليومين دول ولايقه على دراما الفيلم اللي احنا مش عارفينه ايه اصلا. طب اقول لك على حاجه، مفيش هيفاء وهبي. الحق يا فخر بتقول مفيش هيفاء وهبي يا فخر. انا يا يحيى اتخيل يا فخر مفيش هيفاء وهبي. يا يحيى يا مفيش هيفاء وهبي. الحق يا ريتاج الواد هيموت مني يا ريتاج. عندي مكان هيموت مني. خلاص ادوني فرصه افكر. موافقة اتنيلوا. الاستفندي ده ريتاج بيفكرني بأحلى أيام عمري، بيفكرني بشهر عسلنا. فاكرة ريتاج لما كنت بقشر الاستفندية كده واجي عند عينك وأبقى عامل كده وأطلع أجري؟ القرف ده يا سيد، ذكريات زبالة. شهر عسلنا ذكريات زبالة؟ شهر ده يوم واحد. يوم واحد بس قضيناه من أوله لآخره في دريم بارك. وانت متفشخر قوي ان قضيت شهر عسلك في دريم بارك. وهو كان دريم بارك بس؟ مش خدتك وطلعنا على كارفور بعديها؟ روحنا عشان كان في عرض على عيش الفينو. دي كانت اول مره في حياتي اشوف فيها الفينو.